بحس أمني ويقظة عالية تقوم اللجان الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة صنعاء ومداخلها ومخارجها خلال أيام عيد الفطر المبارك وغيرها بحفظ الأمن وإحلال السكينة العامة. استشعارا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لحفظ الأمن والسكينة العامة، اللجان الأمنية المنتشرة بأرجاء العاصمة صنعاء، الجنود المرابطين خلال أيام عيد الفطر المبارك لخدمة الشعب وأمنه واستقراره، ها هم يؤكدون بأن كل ما يقومون به في هذه الأيام المباركة هو خدمة للشعب، وبأنهم بالمرصاد لكل من يسعون إلى إقلاق السكينة العامة ونشر الخراب والدمار، باذلين أرواحهم رخيصة فداء لهذا الوطن. الحالة الأمنية على ما يرام وفق الخطة الأمنية التي تم إنزالها وإقرارها من قيادة وزارة الداخلية وتم تنفيذها على أرض الواقع، وكما تلاحظون هنا ويلاحظ المشاهد الإقبال الجماهيري، وأن الأمور في العاصمة صنعاء لها الحمد وفي أغلب المحافظات الجمهورية أن الأمور في أمن وأمان، والسكينة العامة والطمأنينة موجودة في نفوس المواطنين، وكما تلاحظون هنا الإقبال الشديد والإقبال المتزايد على المتنفسات والحدائق العامة. في يومنا هذا يوم العيد المبارك الذي أعيده الله على شعبنا اليمني بالخير والبركة والصحة والسلامة، وأحب أن أطمن الشعب اليمني وأقول لهم أننا هنا من أجلهم، وأننا سنعمل لتصدي لجميع المكائد والدسائس التي يقوم بها آل سعود وحلفائهم بأي شكل من الأشكال. رغم أنوفهم رمضنا وسنعيد ونحن سنحميهم ونبذل قصارى جهدنا، تركنا أهلنا ونساءنا وأولادنا ونزلنا نعيد في الميدان من أجل لا نتيح الفرصة للظلمة والمفسدين واللعابين والمرتزقة ألا يلعبوا بأمننا واستقرارنا، وسوف نمنعهم ونقاتلهم إلى يوم القيامة بإذن الله. نضمن المواطنين أن كل شخص يرتاح في بيته ومفتهن، وأن ولا أن يدخل في قلوبنا الرجف. المواطنون بدورهم عبروا عن مدى شعورهم بالأمن والأمان بالعاصمة صنعاء وبأرجاء مناطق الجمهورية اليمنية على خلاف المناطق المحتلة من قبل الغزو السعودي الأمريكي وتحالفهم التي ينتشر فيها القتل والدمار والتفجيرات الإرهابية. المواطنون عبروا أيضا عن شكرهم وامتنانهم لكل الجهود التي تبذلها اللجان الأمنية الساعين إلى نشر الأمن والإطمئنان في نفوس الشعب. بالنسبة نحن الآن في حديقة السبعير، في هالوضع الأمني كويس 100%. نشكر إخواننا المرور والأمن في والشرطة الراجلة. الأمن يعني مستتب ومستقر تماما في كل أنحاء الصنعاء الحمد لله. وخلاص شكرا جزيلا لك. أهني اللجان الشعبية والجيش ونشكرهم على مواقفهم المخلصة والمرابطة مع الوطن، ونحن لا نقدر هذا الشيء بثمن أبدا، لأن مواقفهم وأنهم بيفلتوا العيد ويوقفوا هنا لأجلنا نحن نكن لهم جزيل الشكر والعرفان. نشكر الجيش واللجان الشعبية لتأمين العاصمة صنعاء ولهم جزيل الشكر منا. بتكاتف جهود كل الشرفاء والغيورين على وطنهم من أبناء الشعب لن يكون المتربصين به والساعين إلى إقلاق السكينة العامة أي مكان بينهم، ولن تتاح لهم الفرصة لتنفيذ مخططاتهم. لقناة اليمن من اليمن، مروان العصامي.